اهلي اهلي فريق عظيم ماشي اهلي كجالية مصرية من جميع المدن المغربية طبعا لاستقبال النادي الأهلي العظيم نادي القرن في المملكة المغربية العظيمة ذات الحضارة ناس الكرم ناس المعقول ناس الأخلاق. وطبعا شفنا حسن معاملة جدا من الصحفيين من رجال الأمن، فطبعا شكرا للمغرب أرضا وشعبا وملكا، وإن دل ذلك عندما يدل على العلاقات المصرية المغربية المتينة الرائعة الضاربة بالقدم في عمق التاريخ. فيعني ألف ألف شكر للمغرب، يعني شكرا للمغرب من القلب وشكرا. النتيجة إن شاء الله الأهلي هيربح، وإن شاء الله متوقعين الأهلي يلعب مع الوداد في الفينار، وفي كلا الحالتين تبقى البطولة بتاعتنا ولا فرق بين الرايتين. وشكرا. ياسر علي من الدار البيضاء، عضو استشاري في جمعية مصر الجالية المصرية. احنا فرحين النهاردة ان احنا بنستقبل النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي في بلده التاني المغرب، ودايما الاهلي دايما مشرفنا في البطولات الكبيرة، ودايما مشرف افريقيا في البطولات الكبيرة، بدليل انه حصل على 10 بطولات افريقيا، وان شاء الله باذن الله يمشي بعيد في بطوله كاس العالم للانديه، وان شاء الله النهائي يكون بين الاهلي والوداد باذن الله. وفرحانه ان الاهلي جاي لطنجه، عشان كده جيت اتفرج، جيت اشوفه وارحب بيه هنا في طنجه. توقعاتك في المباراه؟ لا ان شاء الله المكسب، ان شاء الله يبقى وش طنجه حلو على الاهلي ان شاء الله. معك يسري غالي، مصري مقيم بالمغرب، جينا من قنطرة عشان نكون في استقبال نادي الأهلي، نادي القرن الإفريقي، أكبر نوادي إفريقيا، بيشارك في للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية، ودي رقم قياسي، هو كأكبر نادي في العالم مشاركة في كأس العالم للأندية. إن شاء الله هتكون بطولة ممتازة، عودتنا المغرب في التنظيم، ما من بطولة نظمت في المغرب إلا وكان في شهادة عالمية بحسن التنظيم، ده شيء تعودنا عليه في المغرب، تعودنا أن الإخوة المغاربة دايما إخواتنا، إحنا عايشين هنا في المغرب بلدنا الثاني، إن شاء الله بنتمناها بطولة تكون بطولة مزيانة، بنتمنى الفينال العربي، إن شاء الله يكون الأهلي والوداد في الفينال بإذن الله، ونتمناها بطولة عربية. شكرا. أحمد طوخي مسؤول العضوية في جمعية مصر للجالية المصرية المقيمة في المغرب. النهاردة جينا نستقبل فريقنا الأهلي، ومن ضمن اليوفط اللي كاتبينها يا أهلي أنت في وسط أهلك، لأن إحنا الجالية عارفين إن الأهلي في وسط أهله المغاربة. طبعا إحنا ما ننساش كأس العالم والوحدة اللي عملها المنتخب المغربي، والنهاردة بنطلب من كل الجمهور المغربي إن هو يشاركنا ويدعم فريق الأهلي المصري، لأن هو فريق النهاردة ضيف في بلده التاني. بنشكر كل المغاربة اللي حضروا، بنشكر الإعلام، بنشكر التنظيم وحسن الاستقبال، كل الشكر للسلطات المغربية على حسن التنظيم والاستقبال الجيد لفريق الأهلي. أنا بصفتي كمصري عايش في المغرب بحب إن أنا أقدم رسالة حب لكل الشعب المغربي، ده اللي الجمعية قدرت إن هي تقدمه بدعم من السفارة إن شاء الله في الرسائل اللي أتمنى إن هي تعدي على المغرب كامل. النهاردة حاولنا إن احنا نقدم رسائل إيجابية للشعب المغربي، الكرة هي عبارة عن بالون
بتبتدي وبتضيع، ولكن بيفضل الحب ما بين الشعوب هو اللي بيفضل. احنا جينا نقول للشعب المغربي احنا بنحبكم، احنا قريبين منكم، الكرة بتجمعنا ما بتفرقناش. يا ريت دايما يكون عندنا ثقافة الكرة اللي احنا نشجع فريقنا، ويجي وقت لما فريقنا يقف او يكمل يفضل الحب اللي ما بيننا. كل الاحترام والتقدير للشعب المغربي اللي شرفنا وقابلنا النهاردة بحسن المقابلة، ودوت مش جديد على المغاربة، وبارك الله فيكم جميعا.